استمرارية مفعيل العنصرة عنوان حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأب جورج شرايحة. وقد استضاف البرنامج كل من الأب فرح حجازين كاهن رعية اللاتين فرميمين وقدس الأب جريس ميرات كاهن رعية الأرثوذكس في جرش. فإلى هناك نحن على موضوعنا اليوم مفعيل العنصرة، فتفضل تعطينا من الزاد الروحي. شكرا شكرا. هو في الواقع يعني موضوع العنصرة والروح القدس هو موضوع شامل عند مواضيع. نعم. الروح القدس في حياة المسيح، الروح القدس في حياة العذراء، الروح القدس في حياة الكنيسة، الروح القدس في حياة المؤمنين. نعم. الروح القدس في حياة حتى الوثنيين كمان. نعم. ولكن بنختصر اليوم بشكل عام عن عيد العنصرة. عيد العنصرة بنحكي في ثلاث نقاط: عيد العنصرة في اليهودية، العنصرة في المسيحية، وبعض العبر من هذا العيد لحياتنا اليومية. نعم. أولا العنصرة في اليهودية، يوجد عند اليهود ثلاثة أعياد مهمة، وهي أولا عيد الفصح، وهو عيد ذكرى عبور اليهود البحر الأحمر بعد أن غادروا مصر ومكثوا في سيناء 40 سنة وجاءوا إلى فلسطين. وكلمة فصح مثل ما بنعرف تعني عبور، أي عبور اليهود من عبودية مصر إلى الحرية في فلسطين. وأما العيد الثاني فهو عيد المبال الذي كان يحتفل به بعد قطف الثمار، أعني بعد 5 أشهر من عيد الفصح. ففي هذا العيد يقيم اليهود في مضال يعني في خيام، ويجمعون أثمار أصحابهم ويقدمون البواكير أعني أول ثمار الأرض شاكرين لله. أما العيد الثالث فهو عيد العنصرة، يعيد اليهود ذكرى 50 يوم التي صامها موسى على الجبل، وبعدها ارتبل الناموس المكتوب من الله أي الوصايا 10. وهكذا أصبح عيد العنصرة عند اليهود هو عيد تنزيل الشريعة في سيناء، عيد العهد بين الله والشعب اليهودي، ويدعى أيضا عيد الشريعة أو عيد الكلمات 10. ثانيا العنصرة في المسيحية، يأخذ معناه وتاريخه منذ البدء من الحدث الذي حصل يوم 50 بعد قيامة المسيح من حلول الروح القدس على كنيسة المسيح كما جاء في أعمال الرسل. لما حل يوم 50 حدث بغتة صوت من السماء كصوت ريح شديدة تعصف ملأ كل البيت الذي كانوا جالسين فيه، وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار واستقرت على كل واحد منهم، فامتلأوا كلهم من الروح القدس وطفقوا يتكلمون بلغات أخرى كما أتاهم الروح أن ينطقوا. فالعنصرة المسيحية هي عيد الروح القدس، وقد سبق أن وعد الأنبياء بتنزيل روح الله على الإنسان في زمن المسيح. حزقيال النبي تنبأ وقال: أجعل روحي في أحشائكم وأجعلكم تسيرون على فرائضي وتحفظون أحكامي وتعملون بها. أما يوئيل النبي فقد تنبأ وقال: وسيكون بعد هذا أني أفيض روحي على كل البشر فيتنبأ بنوكم وبناتكم، أفيض روحي في تلك الأيام وأجعل الآيات في السماء وعلى الأرض دما ونارا وأعمدة دخان. هذا وصف لما حدث يوم العنصرة، وبذلك تحقق الوعد الإلهي. في شوية تيكي عدم فهم للناس أنه الروح القدس كيف يعمل في قلوبنا، كيف يعمل بي، كيف يعطينا القوة والدفع في مسيرة إيماننا الحياتية، كيف نعيش الروح القدس، كيف نفهمه؟ فتفضل أبونا. يعني إحنا بنعود فيها للكتاب المقدس أول إشي. نعم. وعشان أوضح نقطة مهمة جدا، إنه الكنيسة دائما تسير من خلال الكتاب المقدس وليس من خارج الكتاب المقدس. نعم. وهذا ما أعطي أيضا إلى الآباء القديسين، يعني الكنيسة تسير في مرحلتين: مرحلة الكتاب المقدس ومرحلة الآباء القديسين اللي سلمونا الرسالة والخلافة الرسولية في الكنيسة. يعني الكنيسة اللي عمرها 2000 سنة هي اللي حاملة للكتاب المقدس، هي اللي بتصير من خلاله. ربنا حكى في الكتاب المقدس لتلاميذه أن لا تبرحوا من أورشليم بعد صعوده إلى السماء، لا تبرحوا من أورشليم حتى تنالوا قوة من العلا. وفي يوم 50
كانوا مجتمعين وحل الروح القدس على التلاميذ بألسنة نارية، وابتدأوا يتكلمون بجميع اللغات اللي أعطاها إياه. فلذلك الكنيسة اللي تحتفل في هذا اليوم أيضا بالتأسيس كنيسة العهد الجديد ونشر رسالة الخلاص من أورشليم إلى أقصى الأرض كوعد السيد المسيح له المجد، وقال لهم هكذا هو مكتوب وهكذا كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات في اليوم الثالث وأن يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم مبتدئا من أورشليم. وهنا أرسل إليكم موعد أبي فأقيموا في مدينة أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من العلا في إصحاح لوقا 24. الروح القدس أعطانا المفاعيل اللي هي مفاعيل الروح القدس في العنصرة: تغيير في الذهن، تغيير في القلب، وتغيير في اللغة. من ناحية تغيير في الذهن، يعني افتكروا أنه يعني من واجب أن الروح القدس عندما حل في العلية على شكل ألسنة نارية وسمع صوت كأنه ريح عاصفة شديدة، كان البيت بحيث كان الرسل هناك جالسين ومصليين في أعمال الرسل كما بيقول، وصار بغتة من السماء صوت كما من هبوب الريح عاصفة وملأ كل البيت حيث كانوا جالسين. إذا أصبح بهذا البيت بحسب قول القديس غريغوريوس التسالونيكي وكأنه جر معمودية يعمد الرسل بالنعمة الإلهية، كما نحن في استدعائنا وصلواتنا نعمد في نعمة الروح القدس اللي بيعطينا إياها ربنا. وعندما كان المجتمع معهم أوصاهم ألا يبرحوا من أورشليم حتى ينتظر الآب الذي سمعتموه مني، لأن يوحنا عمد بالماء وأما أنتم فستعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الأيام بكثير. هذا الوعد اللي ربنا دائما بيعطيه للإنسان، وهذا الوعد اللي أعطانا إياه ربنا.